انا عاوز اتكلم بس على استقرار الاسره بالنسبه لغلاء المعيشه. احنا عارفين بقى ان الغلاء مستمر كل ساعه يعني، فطبعا هيبقوا في مشاكل في البيوت. انا عاوز يعني الناس تتحمل او الزوجه تتحمل الزوجه على الغلاء ده، والمفروض ان احنا ما نزنقش بعض ونتحمل عشان بلدنا تقف على رجليها. والمفروض ان احنا يعني برضو نوجه كلمه للتجار في جشع الاسعار، والمفروض ان احنا ربنا يوفقنا ونعدي الامور ده على خير إن يعني ان شاء شاء الله الله. يا رب، ان شاء إن الله شاء الله يا رب، والسنه الجايه ان شاء الله يا يجعلها رب سنه سعيده يا علينا رب وعلى مصر كلها وعلى الوطن يا رب العربي يا ان شاء رب، الله سنة خير حبيبي. يا رب. أشكرك جزيلا جدا، أشكرك. نجاوب ولا معاكم حد دلوقتي تاني؟ ناخد حبيبة المرة. طب حبيبة اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. طيبة وبخير، اتفضلي يا حبيبتي، كان عندي سؤال كده. اتفضلي. حضرتك، هو في الصيف ساعات بيبقى الجو حر قوي، فالناس في الشارع بشوفهم مثلا بيكبوا بيرشوا ميه وكده يعني، وبيرشوا على الزرع ميه من غير ما هو محتاج مثلا ميه، فعشان الجو يطرى. فهل ده بقى يعني ده عند ربنا يعني ناخد سيئات ان احنا بنرش في الشارع او في البلكونه مثلا، ولا ايه؟ ده حرام ولا مش حرام؟ حاضر، هيرد عليكي يا دكتور. شكرا حبيبة. طب نجاوب السؤالين دول. السؤال الاولاني من الاستاذ احمد بيقول ان احنا يعني عايز حضرتك تقول رسالة إلى كلمة الزوجات وإلى للزوجات. الأزواج في نعم عملية الترشيد الاستهلاكي في البيوت، نعم، خاصة في هذه الأيام. وهذه رسالة ذات أهمية بمكان. نعم. لماذا؟ لأن الإنسان واجب عليه أن يكون مقتصدا في الأمر كله. نعم. لأن الله تعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. فالإنسان عليه أن يقتصد في حياته، دي مسألة معروفة، سواء في رخاء اقتصادي أو في عسرة اقتصادية. الاقتصاد مطلوب في كل شيء. نعم. ونقول هنا للزوجات يعني رفقا بالأزواج، كما يرين الآن الحياة فيها ما فيها من غلاء وفيها ما فيها من تعب، وهذا في العالم كله بالمناسبة. صحيح صحيح. فنقول يعني عليها ألا تكلفه ما لا يطيق، لأن التكليف يجب أن يكون بقدر الوسع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن نعلم أن الإسلام دعانا إلى الاقتصاد في كل شيء، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جميل. وأيضا الرجل نقول له مزيد من العمل، والله في عطالة موجودة وفي بطالة موجودة، لا ننكر ذلك. دعوة إلى الشباب لكي يعملوا لكي ينتجوا. لابد أن نتحول إلى أمة فيها الصناعة وفيها الزراعة وفيها العمل وفيها الحراك وفيها السعي وفيها الدؤوب. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. لكن نجلس فقط للكلام دون أن نعمل؟ لا، لابد أن نعمل. نحن أمة عمل وأمة علم، وهذه الأمة قائمة على السعي الدؤوب، والله سبحانه وتعالى دعانا إلى ذلك. نعم. وربنا إن شاء الله يكون في عوننا جميعا بإذن الله يا رب سبحانه آمين. وتعالى يا رب.